أخذنا معه الجبال يسبحنا. والطير محشورة كل ومولا الحجاز. نعم. فهو ايه؟ هاي كلها ميزات يعني. طبعا داوود. ها؟ الجبال يسبحنا شلون؟ يعني بلسان المقال مش بلسان الحال. الله. ولا كله بيسبح. انما يسمح تسبيحه اذا هو قال سبحان الله يجي هي قايله سبحان الله. فكانت يسمح تسبيحها. يا جبال أوبي رجعي معه. والطير أيضا سب والله واحد حتى هو من جماعة الرفاعي في الشيوخ اللي قصدنا ليه الشيوخ بقى كان عند أحمد الرفاعي بتاع القماش لا اسمه يوسف تصدق فبيقول أنا كنت في البر وندمت إن ما كانش معايا كاميرا أيام ما كان لسه التلفون قال وجات هداهب اصطفوا واحد منهم وقف قدامهم يا سلام وبص لهم وعملوا زي ما يعمل الامام والمصلي الله قال والله ندمت ان ما كان معايا الكاميرا الكاميرا تصور ما شاء الله قال وجا مسلم يمين وشمال وجا راجع لهم ادالهم وشهم وتكلموا وجوا طايرين يمكن جن مولانا طيب سيدنا في اثر وارد في هل في اثر وارد كل ما صار في نهي عن قتل والله يمكن يعني لا في نهي عن قتل لا لا ها او ملائكه يمكن اللي يقتل الملائكه تشك البتاع اللي هو بيقول اقتلوا دائما انسى اسمه عاوزين نسمع صوته هنا يقولوا عليه الزهيوي ولا يقولوا عليه البورصه لا مش البورصه سيدنا ابراهيم ايوه الضبع سبحان الله الضبع يكون ميت يكون مع النار ايه اسمه ايه هو باللغه العربيه اللي هو ايه اللي هو اللي في ناس يقولوا البريعصي لا لا له اسمه وزع وزع ايوه وزع نقتلوا الوزع و والضفادع قال فإن نقيقهن لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقهن تسبيح الله وإنها كانت تحمل الماء لتطفئ النار عن الخليل إنما الوزغ كان يؤدي كان ينفخ على النار عشان يقوي النار اللي هو الفار ولا شنو؟ نفس شكل التمساح بس هذا صغير 30 تمساح لا الناس بيضربوه في البيوت هنا بالمنطقة